طبيعة أن الأمور كلها تمر بتوافق وتشارك، وهذا في صالح ويقوي الموقف ديال الحكومة وديال الوزارة في تنزيل جميع القرارات وجميع النصوص التطبيقية إلى آخره. أثار انتباهي قبل ما نديرو أن واحد الأخ دار واحد الرأي وقال لي بأن هذاك رأيك، تنجاوبك هنا من هذا المنبر وتنقول لك أنا ما عندي تشي رأي في مسائل لتتكون مضبوطة انتهت نهائيا. فالنظام الأساسي والمواد اللي فيه لا تقبل لا الرأي ولا الرأي الآخر ولا التأويل ولا أي شيء، فالتأويل هو الذي يضيع الحقوق. فالنظام الأساسي من تنزلوه تنزلوه له واحد الكتالوج ديالو كيفية التنزيل والتفعيل والأجراء، هي هذوك القرارات والنصوص التطبيقية والمراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية، ما فيه لا